حشيشة الدينار هي الجزء المزهر المجفف من نبات يسمى الجنجل. يشاع استخدامها في تخمير البيرة وإضافتها كمكونات منكهة في بعض الأطعمة، ويمكن استخدامها في صنع الأدوية. وإن الطريقة الشائعة لأخذها تكون عن طريق الفم لعلاج القلق واضطرابات النوم. إنها تقلل من الأرق، فقد أكد العلماء أن الهومولين واللوبولين الموجودان في حشيشة الدينار لهما خصائص مهدئة خفيفة قد يكون لها استخدامات في المجال الطبي. وبينت بعض الدراسات الآثار المحتملة لهذه الحشيشة على تحسين النوم. إن أحد الدراسات تم فيها إعطاء الممرضات العاملات بنظام المناوبة حشيشة الدينار لمدة أسبوعين، وجدوا أنها قد ساعدتهن على النوم أسرع 8 دقائق، وقللت مستويات القلق عندهن. إنها تقلل من أعراض سن اليأس، فنظرا لأن الهبات الساخنة والتعرق الليلي عادة ما يكون مصاحب لانقطاع الطمس والناتج عن انخفاض مستوى هرمون الاستروجين، فقد تساعد حشيشة الدينار في التخفيف من حدة هذه الأعراض. إذ تحتوي هذه الحشيشة على الفلافونويد، والذي يعد استروجين نباتي، وإنه مركب نباتي يحاكي نشاط هرمون الاستروجين الأنثوي. ويعتقد البعض أنها من الممكن أن تساعد في زيادة نشاط هرمون الاستروجين في الجسم والتغلب على أعراض نقص هرمون الاستروجين، بالإضافة إلى أن هذا النوع من العلاج قد يقي من الأعراض الجانبية والمصاحبة لجلسات العلاج الهرموني، والتي قد تكون لها آثار جانبية تفوق فوائدها. إنها تساعد على تعزيز صحة القلب، فيعتقد أن مركب زنسو هومول الموجود في حشيشة الدينار له تأثيرات مضادة لتضيق الشرايين، ما يعني أنه يمكن أن يساعد في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، ويقي من الأمراض المترتبة على تصلب الشرايين. إنها تعالج مرض السرطان، فهناك القليل من الأدلة على أن حشيشة الدينار يمكن أن تقي من الإصابة بالسرطان بشكل مباشر، لكن يبدو أن مركب زنسو هومول له تأثيرات مضادة للسرطان. فوفقا لمراجعة أجريت على مجموعة من الدراسات، كان هذا المركب قادر على قتل أنواع معينة من خلايا السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والمبيض والكبد والجلد وسرطان الدم والرئة. إنها تقلل من أعراض الاكتئاب، فقد تم إجراء دراسة على حشيشة الدينار كعلاج محتمل للاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى. فقد وجدت الدراسة أن المكملات الغذائية اليومية المحتوية على حشيشة الدينار يمكن أن تقلل من التوتر والقلق والاكتئاب. وقد كانت الدراسة عبارة عن تجربة سريرية تم فيها إعطاء مجموعة من الأفراد المصابون بالاكتئاب الخفيف 400 ميلي جرام من حشيشة الدينار، وأعطيت المجموعة الأخرى الدواء الوهمي لمدة 4 أسابيع. في نهاية الدراسة أظهر الأفراد الذين أخذوا 400 ميلي جرام من حشيشة الدينار انخفاض كبير في مستويات القلق والتوتر والاكتئاب، هذا مقارنة بالمجموعة التي أخذت الدواء الوهمي. وتعد حشيشة الدينار آمنة عند أخذها عن طريق الفم بكميات معقولة، وتعد آمنة عند تناولها للاستخدامات الطبية على المدى القصير، ولكن قد تشمل الآثار الجانبية المحتملة عند تناولها الدوخة والشعور بالنعاس وتغيرات في الدورة الشهرية.